يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وإن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذه المقولة؟ هذا كذاب، اللي يقول هالكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا إن اللي يترك جنس العمل يكفر، ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء إنه يكون مؤمنا. من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. أما اللي يترك العمل لعذر شرعي، ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال، فهذا ما في شك أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما اللي يتمكن من العمل ويتركه، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة. نعم.